جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: يا موسى، من أعلم الناس في الأرض؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، يعني لم ينكر عليه أنه أعلم الناس في الأرض، عتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، يعني لم يقل: الله أعلم. كان ينبغي يا كليم الله أن تقول: الله أعلم. وإذا ترك العالم لا أعلم أصيبت مقاتله، وجنة العالم قوله: لا أدري. عتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. طبعا لم يكن الخضر عليه السلام أعلم من موسى، لكنه كان أعلم منه في بعض المسائل، والمزية لا تقتضي الأفضلية. يعني سيدنا موسى عليه السلام أعلم من الخضر بالمجمل، لكن في المسائل التي علمها الخضر لم يكن موسى عليه السلام على علم فيها، كما سيدلنا على ذلك السياق. ما علمه الخضر لم يكن موسى عليه السلام على علم به، مع كونه بالمجمل أعلم من الخضر عليه السلام. إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فاذهب إليه لتتعلم منه علما جديدا. إذن كل قصة موسى والخضر في القرآن من أجل رسالة واحدة مجملا، هي أن الإنسان ينبغي أن يتواضع في علمه، ومهما بلغ علمه وقدره لا ينبغي أن يمنعه ذلك عن أن يتعلم، ولو عند من يدنو منه منزلة أو كان أدنى منه منزلة. فالخضر على اختلاف أهل العلم، هل هو نبي أو هو رجل صالح؟ بالاتفاق هو أدنى من موسى، لأن موسى نبي ورسول ومكلم وصاحب التوراة ومن أولي العزم، فهو فوق مرتبة الخضر، مع ذلك يسافر من أجل أن يتعلم منه، لا يمنعه منزلته ومكانته من أن يتعلم منه. فقال سيدنا موسى لله عز وجل: يا رب، كيف لي به؟ كيف ألتقي به؟ بمجمع البحرين، البحر كبير، كيف ألتقي به؟ فدله الله عز وجل على علامة، هذا الحديث أؤكد في صحيح البخاري، دله على علامة يعرف بها الخضر. قال: تأخذ مكتلا، مثل القفة، يسمى في اللغة المكتل أو الزنبيل، وتضع فيه سمكة، حيثما فقدت السمكة فثم الخضر، سوف تجد الخضر في حال فقدك للحوت، وهو السمكة في القرآن الكريم، غير إطلاقنا اليوم على الحوت على المخلوق الضخم أو على كبار السمك، السمكة تسمى حوتا في اللغة. فأخذ سيدنا موسى المكتل ووضع فيها السمكة، وذهب هو وغلامه يوشع بن نون الذي سماه القرآن الكريم فتاه. وبالمناسبة يوشع بن نون ربي في التيه، فهو من تلامذة موسى عليه السلام الذين ربوا في التيه. وبعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام صارت إدارة بني إسرائيل وأمرهم إلى يوشع بن نون، فهو يأخذه ليعلمه. فقال سيدنا موسى ليوشع بن نون: أنت يطلب منك أمر واحد فقط، أن تحفظ السمكة في المكتل، أكلفك بأن تخبرني إذا فقدت السمكة أن تقول لي فقدتها. فقال يوشع بن نون لموسى عليه السلام: ما كلفت كثيرا، يعني هذا التكليف ليس تكليفا صعبا، فقط هذا؟ قال: فقط أخبرني بفقد الحوت إذ فقدته. فوضعوا السمكة في المكتل، وخرج موسى ماشيا على قدميه من صحراء سيناء في مصر
إلى فلسطين كما يذكر المفسرون من أجل أن يتعلم ثلاث مسائل: موسى النبي الكليم المرسل صاحب التوراة والموحى إليه يترك مسؤولياته، يترك أشغاله ويسافر ويتزود ويمشي على قدميه مسافة طويلة من أجل أن يتعلم مسائل ثلاث سوف نعرض لها في الخطبة التي ستأتي. فليس لأحد عذر في الدنيا أن لا يستفيد من غيره، ليس لأحد عذر أن يقول أنا عالم، مهما كنت عالما فأنت بحاجة إلى علوم الآخرين، وهذا ما ينكر على الحضارة الإسلامية اليوم. فيجب على الإنسان أن يجلس عند العالم مجلس التلميذ. كان الإمام الرازي رحمه الله تعالى وهو إمام الدنيا في العلوم العقلية كان يدرس درساً لطلابه وتلميذه يصغره بثلاثين سنة، فإذا انتهى الدرس وكان هذا التلميذ عالماً بالأنساب يجلس الرازي على ركبتيه ليتعلم علم الأنساب من تلميذه ويجلسه مكانه، فيتأبى التلميذ أدباً مع شيخه، فيأبى الرازي إلا أن يجلسه موطن الرازي مكان الدرس ويقول أنت الآن أستاذ لي، فيجلس بين يديه متعلماً مسترشداً هذا العلم، العلم الذي سماه الإمام أحمد بالمنصب، فأعلى مناصب الدنيا هو منصب العلم. عندما تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الكفاءة في الزواج قال هناك ما يسمى بالكفاءة في المنصب وهو العلم، الذي ما أعطي إنسان أعظم من عطاء العلم. فيذهب سيدنا موسى ماشياً من مصر إلى فلسطين من أجل أن يتعلم مسائل ثلاثة.